كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري المبارك، وربنا يا رب يعيده علينا دايما بكل خير وأمن وسلامة. خلونا نرحب وبشدة بدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. نورنا دكتور خالد. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك، وكل سنة ومشاهدينا، كل الشعب المصري، كل الأمة العربية والأمة الإسلامية، العالم كله، كل سنة وهو بخير وعافية، ودائما إن شاء الله يحل سلام ورحمة متجددة بالتجدد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا لما هنذكر العام الهجري الجديد هنذكر هجرته صلى الله عليه وسلم. ودائما يقولون بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وبذكره تحل الرحمة والسكينة. فكل سنة والجميع بكل رحمة وكل سكينة. أنا بحب قوي جملة مصري كده، لكن اللي يصلي على النبي يكسب. أيوة، أحبها جدا جدا جدا. اللي يصلي على النبي يكسب على كل حال من أكتر من وجه. اللي يصلي على النبي واخد ضامن أنه يكسب ثواب. وقالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ولو من منافق. وقالوا أعمالنا بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا ترد. فلا ترد. اللي صلي، اللي يبدأ دعائه وينهيه بالصلاة على النبي قال له لا يرد. الله أكبر. يقبل. الله أكبر. اللي يدخل في حياته الصلاة على النبي يكفيه الله همه ويفرج الله كربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. من هنا تيجي الصلاة على النبي، اللي يصلى على النبي يكسب فعلا، اللي يصلى على النبي يكسب وعمره ما هيخسر. طب بما ان احنا بنتكلم عن هجرة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام صلى الله من عليه مكة المكرمة الى المدينة المنورة، قد يكون اغلبنا او كلنا كمان عارف قصة هجرة الرسول، لكن اظن انه هذه القصة كل فترة بنكتشف، يمكن مع التأمل ولا مع السن انا مش عارف، ان احنا بنكتشف فيها عبر جديدة، حكمة جديدة، دروس جديدة. أيوة، الهجرة فعلا فيها دروس جديدة، وعايزين نذكر بها أنفسنا. مش عايزين حد يسرق مننا الهجرة. خلينا نبتدي بالجملة دي معلش. حلو. لأن في الجماعات اللي عايزة تسرق مننا الهجرة. أيوة. وتخلي الهجرة ومفهوم الهجرة عبارة عن حاجة كده عجيبة من اعتزال الناس ومعادات الناس. والهجرة شيء غير كده تماما، زي ما اخترعوا التكفير والهجرة زمان. لا، هي حاجة زي التكفير والهجرة. الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وهو يحب وطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وقف الوقفة الشهيرة. أيوة. وتوجه إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. الله بيحبها. وكان هو قاعد في بين أصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة يتذكر ويقول والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأنا فيها. الله. لغة أخرى، يعني ما هو شيء آخر بينه صلى الله عليه وسلم. وقال ولو شئت لأن أعينه لعينته لكم. الهجرة بتخلينا وإحنا بنتذكر الهجرة بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا النموذج أو من هذا المكان أو هذه الفترة اللي تعايش فيها وأصحابه، ولم يأذن لهم ولم يصرح لهم بأن يؤذي واحد منهم، حتى من الذين كانوا يخالفونه، بل من الذين كانوا يعتدون عليه في مكة. وإحنا عارفين في مكة حصل إيه مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل من هذا إلى نموذج تماثل البناء. وكان أول شيء بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البناء أنه دعا إلى التآلف والتماسك في كل وقت وفي أوقات الأزمات قبل أوقات الرخاء. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في تأليف قلوب أهل البلد
أو اللي هم الأنصار رضي الله عنهم، وانتهت وألف بين قلوبهم، وألف الله بين قلوب الناس بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة اسمها وثيقة المدينة علشان يؤاخي، أو هي برضو عنوان الأخوة بين حتى المختلفين في الدين. المدينة كان فيها مختلفين في نسبيا اختلاف ديني شوية، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضع الوثيقة لتنظم هذه العلاقة مما تستطيع أن تسميها الأخوة، على أساس أننا في وطن واحد وأننا مشتركون في هذا الوطن وأننا همنا واحد في هذا الوطن. النبي عليه الصلاة والسلام رسخ لهذه المفاهيم الراقية، وأصحابه استجابوا يعني للقرآن، حتى لما بيحكي عن الصحابة والذي كان في المدينة يقول لنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مع الفقر لكن فيه صدق، ومع الفقر لما راحوا للمدينة وعرض عليهم أهل المدينة قالوا لهم التقاص، بعد كده القرآن بيقول لنا يؤثرون أهل المدينة الأنصار، قالوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل المهاجرين قالوا لأ، دلني على السوق. مع الفقر في عمل، مش فيه اتكاء، لا ده فيه فقر صحيح، ولكن فيه عمل وحب للمشاركة في أن يرتفع هذا المكان وهذا وفي المقابل يأتي الذين يؤثرون على أنفسهم، أهل البلاد، أهل المدينة، الأنصار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا بقول إن من أهم الدروس اللي إحنا نستنطق في هذه الأوقات أن المجتمعات لابد أن يكون فيها هذا التماسك. ده هو عنوان هذا الحب، هذا الإخاء هو التماسك، هذا التضامن والتعاون، تماسك المجتمعات لابد أن يكون عنوانها هذه التماسك، أنه لابد أن يكون للقضية الأخلاقية الأخلاق. شوف، يؤثرون على أنفسهم. أنتم في ساعات يقولوا لنا أنتم بتتكلموا في الأخلاق في وقت، لا، هي الأخلاق وإحياء البناء الأخلاقي والقيم الأخلاقية مهم في كل وقت. والنبي عليه الصلاة والسلام في 13 سنة اللي هي فترة الوجود في مكة كان التركيز الأكبر على هذه القضية، على زراعة بناء الإنسان، إذا كان بتعبير الحالي هو بناء الإنسان، أن يزرع في الإنسان المؤمن الذي كله إيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعمل من أجل هذا الإنسان الذي كله متشبع بالقضية الأخلاقية، اللي بعد كده لما راح المدينة تضامن أو تتعاون مع أخيه برضو الإنسان في أنهم يشتركون في بناء هذا المجتمع، بعد كده بأسسوا مؤسسات المجتمع الجديد أو الدولة الجديدة اللي كان منها المسجد، وبعد كده بدأت، لكن فيه نواه لابد أن يكون فيها الأخلاق، لابد أن يكون فيها العلم، لابد أن يكون فيها هذه الأمور، هذا التماسك، هذا المسلك هو أهم درس في هذا الوقت نقدر نستشفيك فيه. هستأذنك هنروح لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل على نقطة عدك ذكرتها، ألا وهي علاقة الرسول بمكة التي خرج منها وسكن المدينة واستقر بها 13 عاما هو وصحابته الكرام مع الأنصار في المدينة مع غيرهم من غير المسلمين بوثيقة للمواطنة. علاقته بمكة لم تفطر لأنها الوطن، وحتى عندما عاد إليها مع فتح مكة فضرب لنا مثلا عظيما برضو صلى الله عليه وسلم. استأذن هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية دكتور خالد عمران، استنونا لو سمحتوا.
اهلا اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. كنا بنتكلم على استقرار رسول عليه الصلاه والسلام في المدينه 13 سنه، لكن فضلت مكه في القلب والعقل والوجدان طبعا، وضرب لنا مثلا عظيما وهو يعود الى مكه فاتحا صلى الله عليه وسلم. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. الله. أولا الغيث اللي هو المطر طبعا. طبعا. المؤمن مثله كمثل هذا المطر، في أي مكان سيكون فيه سيكون مصدر للنفع ومصدر للاستقرار ومصدر دائما للأمان. المؤمن حتى الكلمة من فيها أمان، فيها اطمئنان. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مصدر للأمان، مصدر للاطمئنان. الناس تأمنه حتى على الصادق الأمين يروح مع هذا في بعد ذلك في المدينة كذلك، ومصدر الرحمة، معين الرحمة الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حضرتك طبعا بتلفت نظر لحاجة مهمة قوي في حتى بعد الانتقال إلى المدينة، ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وربانا. إن الوطن الأول يقول لك إيه، حتى بعد كده الشاعر بيقول في موطن آخر يقول له: نقل فؤادك كما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. أيوة. الوطن الأول الذي شهد الإنسان في مهما كان، الوطن الأول له في القلب شيء آخر طبعا، له في القلب. ولذلك ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه، حتى لما نتذكر حادث القبلة، وسيدنا النبي كان يتوجه في مكة فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهو متوجه لبيت المقدس. بعد كده راح المدينة خلاص هيتوجه لبيت المقدس. أيوة. يبقى مش هي الكعبة اللي يقول لك ربنا يقول إيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. نفسه يروح للكعبة دي، الحتة دي، الملمح ده. فقال له: فلنولينك قبلة ترضاها. فهذا فيه طبعا فيه تشريع إلهي وكل حاجة، لكن فيه حاجة كده عاطفية، فيها حاجة من الحب، فيها حاجة من الشعور الذي التوجه إلى هذا الوطن ده فيها. ويتكلم بقى عن مكة كتير، وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده يقول لهم: أنا والله فاكر حجر بمكة كنت أسلم عليه فيرد علي السلام، ولو شئت لا عينته لكم. كارتباطه بالوطن الأول هو صحيح في مكة في المدينة، وهي دي أيضا يعني شيء ملفت مهم، إن مش معنى إن هو وطنه الأول إن المكان الذي انتقل فيه هيعدي، ولا ده هينفع برضه. أنت الإنسان بقول لك أينما وقع نفع، أينما وقع نفع، فهو مصدر للنفع وأيضا مصدر، لكنه في المكان الأول، انتماؤه الأول، حبه لوطنه صلى الله عليه وسلم لم يقع. وده بعض منه الترجم في الموقف اللي حضرتك لما خرجوا، وبعدين بدأ منتصر، دخل منتصر صلى الله عليه وسلم وتوجه إليه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ خلاص احنا انتصر ودانت له. أنا قوي ومنتصر. انتصر الحمد لله، دخل مكة لم تسل الدماء وهو داخل مكة صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض أصحابه في بعض دخول مكة حصلت حاجة كده، فقال: اليوم تسيل الدماء، اليوم تخلص. أيوة. بقى جايين احنا فقال له: لا، اليوم تسيل الدماء. قال له: لا، اليوم تعظم الكعبة، ما فيش حاجة اسمها إسالة الكعبة. إحنا داخلين مش علشان لا ننتقم. ده لما جم بقى بعد كده بيقولوا له، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟
قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، والموقف موقف طبعاً متغير. قال لا، ذهبوا فأنتم الطلقاء. خلاص. وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الرحمة. هو ده الدرس اللي عايزين ناخده منه صلى الله عليه وسلم، من تنقلاته في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا كان نحن بين يدي الهجرة اليوم وبين يدي انتقاله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك عوده صلى الله عليه وسلم، ويقوله هو في طريقه صلى الله عليه وسلم في مهاجره، نزل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله الله، دي فيها ملمح أيضا إنه قلبه يعني مش بخاطر يعني أنا طالع من هنا. سبحانه وتعالى أراد أن هو يكرمه يعني فأكرمه. أنا عايز أشكر حضرتك جدا 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 يا دكتور خالد. هو الوقت جري للأسف الشديد، بس نورتنا وشرفتنا. شكرا. ده بجد يعني، وسعدنا جدا بوجودك معنا داخل برنامج التسعة، أو في استوديو في برنامج التسعة واستوديو برنامج التسعة. شكرا. ده بجد جزيلا. يعني ألف 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 شكر دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. نورنا وشرفنا وأفدنا الحقيقة. خلصت الحلقة لحد كده، بس ما خلصش الكلام طبعا، لكن الكلام كمان دلوقتي هيبقى مستمر مع برنامجنا رقم 10 وزميل العزيز رجائي رمزي يبقى حالا داخل الاستوديو. أما احنا لو كلنا العمر هنكمل الكلام بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.